بعض العلماء قال إن على المعدن المخرج من الأرض زكاة ربع العشر، والبعض الآخر قال لا شيء فيه، فما هو الصحيح بذلك؟ الصواب أن يفصل فيه، فإن كان من الذهب والفضة ففي الزكاة إذا حل عليه الأول، وإن كان من غير الذهب والفضة فهذا على حسب نية صاحبه، إن استخرجه ليستفيد إن نبيعه ويستعمله فلا زكاة فيه، وإن استخرجه للبيع فهو كعروض التجارة، زكي إذا تم عن الحول زكاة العروض، وإن كان ذهبا أو فضة زكاه مطلقا إذا حل عن الحول، أما إذا كان حديدا أو نحاسا أو غير ذلك فهو فيه التفصيل، إن أراد به البيع الشراء صار عروضا فيه الزكاة إذا حل عن الحول يقوض، وإن أراد له لنفسه يستعمله بحاجاته هذا لا شيء فيه.